عدارة الأمجاد بالقرقد، أنت مع الحزن على موعدي. يا كعبة رابعها جاءها بنعش ركن الحجر الأسود، وهذه الأملاك حفتك في نوائح الركع والسجد. خطب له زلزل ركن الهدى، واحتارت الدنيا بمن تهتدي. خطب به أنفلت عرى صبرنا، وقامت السبع ولم تقعدي. بحر العلوم والتقى والندى، وخازن الأسرار والسؤدد، والعلم السامي وتاج العلا، والسيد الوارث من سيدي، والجعفر العالم من حيدر، والصادق الأمين من أحمد. اليوم قد جاءك جثمانه، قومي إليه والطمي باليد. قد جاءك ممزقا قلبه بالسم وهو صاحب المسجد. صبت عليه حارقات الشجا، يا أرض موري يا سماء اشهدي. لم أنسه إذ أحرقوا داره، الله يا فاجعة المشهد. وصار يطفي باليدين اللظى، ودمعه كالجمر في الموقد. وواضعا رأسا على ركبة، ينوح نوح الفاقد المجهد. تبكي على دارك محروقة، أم فزعة الأطفال للمنجد؟ أم للتي هي زينب شبت بأذيالها في كربلاء النار يا سيدي؟